أهم ما جاء في المؤتمر الصحفي لرئيس مجلس الوزراء تطلعنا عليه الزميلة جرمين إبراهيم مراسلة التلفزيون المصرية. نعم، بعد التحية نتابع معكم تفاصيل المؤتمر الصحفي والذي انتهى منذ قليل والذي جاء في أعقاب الاجتماع الأول للحكومة الجديدة بعد أداء اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي. هذا المؤتمر الذي كان فيه رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أعلن عن عدد من النقاط الهامة والتي جاءت في إطار هذا الاجتماع الأول. في البداية خلال الاجتماع وخلال المؤتمر قام بتوجيه الشكر لل الوزراء والمحافظين السابقين على ما بذلوه من جهود طوال الفترة الماضية في إطار عدد من الملفات والقضايا. أيضا أكد رئيس مجلس الوزراء أنه تم التأكيد على كل الوزراء خلال هذا الاجتماع على أهمية التعامل الفوري مع كل المشكلات التي تواجه المجتمع والمواطنين وإطلاع المواطنين بشكل مستمر على ما تم على أرض الواقع في التعامل وفي إدارة هذه الملفات حتى يشعر المواطن بوجود نقلة حقيقية في إدارة التعامل مع الأزمات والمشكلات. أيضا أكد رئيس مجلس الوزراء أنه تم العمل أو سيتم العمل خلال الفترة القادمة مع المجموعات الوزارية المختلفة التي تم تشكيلها وعلى رأسها المجموعة الاقتصادية على إدارة عدد من الملفات ذات الأولوية القصوى، وعلى رأس هذه الملفات ما يتعلق بضبط الأسعار، توفير أيضا مخزون استراتيجي من السلع المختلفة، أيضا ترشيد استهلاك الكهرباء، الملف الخاص بجذب الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، وأيضا القطاع الاقتصادي. هذه الملفات هي ذات الأولوية القصوى والتي سيتم التعامل معها خلال الفترة القادمة في إطار أيضا عدد من الأهداف. كما أكد رئيس مجلس الوزراء أن هذه الأهداف سيتم العمل عليها خلال 3 سنوات القادمة. كما ذكرت تم خلال اجتماع اليوم يتعلق بملفات اقتصادية وملفات التعليم والصحة وانقطاع التيار الكهربائي، تم الرد على كل هذه الاستفسارات في خلال المؤتمر الصحفي وهو ما سيتم بشكل مستمر. هذه أهم التفاصيل التي تعلقت بالمؤتمر الصحفي اليوم الذي جاء في أعقاب الاجتماع الأول للحكومة الجديدة. أعود إليكم مرة أخرى في الاستوديو.